دين فوزي بريك عبد الجليل، مواليدك 1993. العام بتاعك؟ أحمد حرب. حالة اجتماعية بتاعك؟ لا مش الجو. ونقبض عليك عز؟ نقبض علي عند المرضى وقبل. ليش نقبض عليك؟ شو سبب نقبض عليك؟ سبب مع العملية الكرامة. شنو عملية الكرامة؟ شو بدي عملية الكرامة؟ ما بعرف، واحد ظني بنتي قاعد تضرب قلب واحد من المجلس. لما زقت احمد بنياش من التاكسي ركبت محمد الخرع، ما مش هبيك يا محمد. قدم لنا شوي بعد رد نفس الزقاقك خش زانقه. تمام. قلت طفينا السياره ولعت سبسي نبيلي والنشي ولع عرفت مزلزل خرم. والله ما محمد اسمه خرم هذا، اول مره نعرف نبيلي. زارت بعد ايش قاعد درهر هو بيش وجمعت البوابه. كلهم جميع جاي من جو وما جو واحد منهم جاي ايش قاعد يدلف البيت. شوي خشنا قال ايش هو جا واحد قال شو نيمة قال مكافحة ارهاب. شفت تراي اللي خش جوا قاعد في السيارة نبي قاعد في السيارة قاعد نسالو سالو قال لي قال لي نعطيك سلاح تقتل من شخص في شارع الكوي. هو من؟ هذا محمد الخرم. لقنيش قال له شوريناه قال له قال له ودي تو بيت مع عزدي عرفت؟ يا بيت معي يا قال ايش؟ يا بعد صلاة العشاء. الله يبنيش. يا سليم تبع تفرقت مع محمد. يبنيش يا نعم. محمد الخرم. خرم كيف تم كيف استلام التسليح منه؟ قال لي عدوا انتوا لدارنا عرفت؟ تو دزيت كم سيارة انترا في نادي دارنس يا للملاهي القهوة ذيك جتنا انترا فيها شخصين ركبنا معاهم وين ضبينا في 400 نزلنا البندقة غادي ونزلتوها عندنا نزلنا عند القنيشي حاش القنيشي بعد أنا روحت مع بتاعين الانترا التاكسي حطوني عند يا مصرف الهالي عند الحوش حطوني هناك ضمتين الانترا بعد عدوا قعدت في الحوشنا ركبت شفرتي كلمني من محمد القنيشي قال لي وين قلت له قاعد يلا الحوش قال لي خذ تاكسي وتعال لي وين 400 عندي جامع يعني جامع على الطريق 400 جيت يرجع فيه غادي مع القفه ومع الكلاشن جوا في مخزنين لما كلمك مش قال تعال السيحه وانت لقيت معه لقيته في الدكان عنده 400 مع البندقة حطها في القفة ويرجع فيا أنا جيتها في تاكسي ركبناها في التاكسي نزلنا بعضنا وين؟ الحوشنا ربنا بعضنا عند الحوش نزلنا البندقة عند القوس بعد مصرف التجاري الأولي نزلنا مع الدروج هذاك حطيت أنا في الحوش ومرته قال لي دسة عرفت قاعد قال لي دس ومرت قاعد معي شوي بعده على اساس الاغتيال امتى بعد الفجر قبل الذين قاعد يكلم فيه من الخرم صار واعي مش واعي ربي يحفظك وني بعد انا بدي نقني خفت قلت له لا لما لقيت لاني الساعة 4 3 بعد حطيت تليفوني على الصمت قعدت نمشي فيك هذا الخرم بعد القنيشي قال لي تو نجيك من ثاني يوم هذا مانو القنيشي جاء محمد القنيشي من اشكاره فيها طقيت اللي هذي طقية قال لي عشان شني شاوري هو مان جاو الحجة بروح على الصلاح كان معي عماد نفوق سار وني عماد عدى بعد رقام من القنيشي سار معي بعد ايش نزلنا من بعضنا على اساس ايش؟ يبي يختار الرجل الشخص هذا محمد القنيشي بعدها قال لي ايش بيطلع ايش في هذين العشاء قالني كريته مخليته ايش يطلع ومن جابه؟ هو الواحد جاب بروحه جاني بروحه انا اطلع صلاح جاك قلت له هاي تطلع وين بس تصلي وجاح مشي بعد قد يقول لي ايش؟ انا اطلع انا بعد قال لي انك جبان تونجيك ايش؟ جيك على الفجر ما فجر جاء الفجر ولا شيء
حط التليفون على الصامت، بعد ايش غمت على المانو اللي كان فيه الخرمة، كلمت مانو لوجا اللي لعبة زاوية، كلمته قلت تعال خذ البندقة ما باش ياخذها مني القنيشي، خذ التليفون اللي عطاه لي، عطيت اللم تليفون ولا البندقة. قاصدين بعد فش عملية الرماية بالرصاص خربته، قررنا نديروا عملية اني اللي هي لاصق هي شنطة من التحكم عن بعد. كيف تنفذوها العملية هذي؟ بيعطيني سكرت كنيسة فيها تفجرات جوا، قال لي حط انت عند الباب، قال لي خش الحوش كم الشورى، قال لي نتا وش تو مفجر. تبع انت سكرت كنيسة هذي قدام باب الحوش، كيف بتفجرها والله؟ بيفجرها من بعد المسافة من بعيد، يجي في مكان بعيد يفجرها من بعيد البيت. في انت الوقت؟ يا في طلعته من الجامع يا في خشته من الجامع. طلبوا منك اخرب الشارع اللي مش كثير. طلبوا مني نحط شنطه في ثانيه بتاعت تجي حميد الجيباني. ايش حميد الجيباني؟ مانا الراجل اطلب منك تحط شنطه في ثانيه تاعت الجيباني؟ حسين البرعسي. كيف نفذت تفجيره؟ حسين البرعسي بيعطيني شنطه نحطها من عند سوق الخضره من دوره. حسين عادل صالح حسين البرعصي وليدا 1988 هذا الدار دكتور تخذير في مستشفى لاريج دارنا الساحل الدار الساحل الشرقي في الشعبية الحمراء قرب مس انتفاضة الحالة الاجتماعية عازب وين قضوا عليك يا حسين؟ قضوا علي وسط شارع الفنار السرية الأمنية ايش قضوا عليك حسين؟ قضت علي السرية الأمنية بتهمة أني أحد منتسبي الكرامة سرية البركان. البركان أنت؟ من أفراد السرية محمد الخرام أمر السرية. معي طبعا من أفراد السرية طبعا متكونة من حسين عادل البرعصي ومتكونة من محمد القنيشي محمد الزاوي ملقب لوقا وزيد بو مكنون أشرف الحيسي شو اسمه ضيع واحمد بحويش والمهدي زكري وعزو تجوري شنو المهام اللي داخل المدينة طبعا نبيدي طبعا مشيت كلمني رؤوف بخشايم قال لي في أميرة ستأخذها من شارع النخيل هي شنطة متفجرة بوزن 6 كيلو طبعا مشيت استلمت الشنطة هذه هي في شارع النخيل وسط البلاد خذيتها ونقلتها معي في سيارتي وقلت لي رؤوف بالتليفون وين أخذها قال لي عدي لعند الساحل جزيرة الدوران تو يجيك تليفون من واحد وش تسلم له الشنطة فطلعت بالسيارة متاحتي مشيت للساحل لقيت واحد يرجى فيه في الساحل اللي هو اسمه محمد القنيشي فتلقى مني الأمانة وكان بقرب معاه اثنين في السيارة لا ما نعرفهمش اثنين في السيارة السيارة كانت بعيدة وكانت مظلمة التركينة اللي قاعدة فيها السيارة ما فهمتش الأشكال اللي معي منهم شنو السيارة؟ ليبو خضرة إيه؟ طبعا ليش سلمت الأمينة وخذت منه 15 جنيه حق الإيجار اللي عند غادي ايش بيديروا بيها الشنطة؟ كانت طبعا بتوضع في شكارت كنيسة الشنطة هذه هي وتوضع باستهداف أحد شباب المدينة أمام منزله بوسط التحكم عن بعد تفجير بيحطوها قدام الباب مثلا ولا شيء؟ قدام الباب يعني كم وزن الشنطة هذه؟ الشنطة هذه تحتوي على 6 كيلو من المتفجرات تحكم عن بعد عن بعد الحواشي اللي تم رصدها داخل مدينة دارنا 5 حواشي وشباب اللي عضيت عليهم هالموال طبعا حوالي 7 شباب أولهم كان عبد السلام العلام الملقب البي وثاني واحد كان الممرض جبريل
الشلوي الملقب قع مولر، والثالث كان محمد احمد الجازوي الملقب ديليما. طبعا دزيت اسمائهم ومواليدهم والمكان السكن متاعهم وصورهم. المادة زي دزيت المكافحة الارهاب. المادة لفندي وسام الورشف يعني. كان مضبط لواسط عندي كان مطبع السريانية لواسط عدين شبه جنوبين. طبعا استدافع أعضاء شباب المجلس من ضمنهم عبد العزيز جبيني نحط له في سيارته. شنو سيارته؟ لانسر. شكرا. رخصية. هذه هي طبعا مصادة عز و تجوري حكم النجارة في الشارع. عز بروح مصادة؟ معهم طبعا اللي بيقوموا بها عز ومحمد القنيشي ومعهم بن سينا. نعم. دكتور محمد جديمي. طبعا دكتور محمد جديمي كان في نقاشات على الفيس وطبعا خش باسمه الشخصي صورته الشخصية، فطبعا ايش تم رصده من قبل الشباب برا، وبعد اثناء مروره من احدى البوابات تم التعرف عليه وتم القبض عليه. وين القبض عليه؟ بضع عليه في بوابة كارسة. المجموعة اللي ذكرت نعم دورت اجتماع؟ نعم كان اجتماعي. وين دورت؟ في كارسة. من الاجتماع؟ اجتماع بين محمد الخرم والعقيد حافظ مجدوب الحيسي. وين اجتمعوا بيكم في شغل؟ اجتمعوا بينا في منزل أصفر تقريبا هو بعد بوابة كارسة. طبعا كنت اتراسل مع أسامة الورشفين مكافحة الإرهاب، وكنت اتراسل مع الإعلامي محمد مطلل، وكنت اتراسل مع مرعي برزق الشلوي، وكنت اتراسل مع محمد الخرم. خلاص ما مطلل طبعا تراسلت معاه في قصة ان القيادة مقصرة وكذا وني بانه مقصرة اتجاه مدينة دارنا وكذا، فايش رد علي انه مثلا زي ما نقول قال لي سهل زي لك يودر لي حاضر يعني فهمت ما اش كمل معي ما وصلتش معي.